لو تكرمتوا، لايكات لو تكرمتوا، لايكات لو تكرمتوا. الأستاذ أحمد موسى ولع الدنيا ونزل على صفحته ترقبوا المفاجأة. الناس خدت تويتة أحمد موسى دي وبنت عليها إنها خاصة بالقبض على مرتضى منصور، ولكن ليس لدينا تأكيدات من إن كان أحمد موسى يقصد بنتظروا المفاجأة أو ترقبوا المفاجأة القبض على مرتضى منصور من عدمه، ولكن بيتداول على السوشيال ميديا الآن إن سيتم القبض على مرتضى منصور خلال ساعات. حاولنا التواصل مع أحد المسؤولين في أجهزة الأمن ولكن ليس لدينا أي تأكيدات بصحة هذا الخبر من عدمه، ولكن بيتداول بقوة على السوشيال ميديا إنه سيتم القبض على مرتضى منصور خلال ساعات. كمان عندي خبر انفراد، تحدثت مع الأستاذ كمال شعيب محامي الأستاذ ممدوح عباس وقلت له هل هناك رد فعل من عندكم من عند الأستاذ ممدوح عباس بشأن الحكم الصادر بحبس مرتضى منصور لمدة شهر؟ وكان الأستاذ كمال شعيب الموجود خارج القاهرة أكد لي وحصريا لكورة بلدنا أن الأستاذ ممدوح عباس سيتحرك بدعوى قضائية يوم السبت القادم لعزل مرتضى منصور من منصبه بعد صدور الحكم، وسيتم التحرك في اتجاهين، مخاطبة وزير الشباب والرياضة بتنفيذ المواد الخاصة بعزله، نمرة 2 رفع دعوى قضائية بتطبيق اللائحة الاسترشادية اللي ماشي عليها الزمالك وقانون الرياضة بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك طبقا للمواد التي تنص على عزله بعد صدور حكم نهائي في حقه. ده كان خاص وحصري لينا من محامي الأستاذ ممدوح عباس الدكتور كمال شعيب مشكورا. ويمكن هو ممدوح عباس يتخذ إجراءات عزل مرتضى منصور قضائيا وإداريا، وزي ما قال لنا الدكتور كمال شعيب سيتم رفع دعوى قضائية السبت القادم بإذن الله ومخاطبة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ القانون وعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.